بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله بنعمل ماسك حلوة قوي لشد التجاعيد في البشره، وكمان بنضيع او بنزيل الخطوط الرفيعه اللي بتكون موجوده في الجبهه، والفراغات اللي موجوده في الوش كمان بنملاها بايه بقى. تعالوا نشوف اللي معانا ده ريفو، ده كان دواء اسمه ريفو او اسبرين، بنعالج بيه البرد والزكام والانفلونزا. انا هاخد منه 3 اقراص علشان انا عايزة اعمل كمية كبيرة، ممكن نعمل بقرصين. وهفتح كده حطيت 3 حبات او 3 اقراص، وده عندي روز ووتر او ماء الورد، احط 3 معالق كده او معلقة. حطيت كده حوالي معلقة، ابدأ ادوبهم كده. احنا عارفين فايدة ماء الورد للبشرة، تعمل على تنظيفها وعلى تعقيمها وتطهيرها كمان للبشرة. شوفوا في التفاعل معايا بيحصل ازاي. طبعا ايه بتدوب اهي، استمر كده لحد ما تدوب كلها. خلاص قرب كله يدوب اهو. خلاص كده داب خالص اهو. اعمل ايه بقى؟ اضيف معلقة نشا عليه، نشا الذرة او الكورن فلاور اهو، معلقة اهي كده، وادوبها واشوف لو احتجت تاني هاخد. اجي بعد كده اجيب كريم البانسينول، ده بيتباع في الصيدلية او في محلات التجميل. كريم ده حلو قوي للجلد، بينعم وبيجدد وبيحمي الجلد، مفيد قوي كمان، مضاد للالتهابات. اخد كده حوالي معلقة بالطريقة دي كده وامزجهم معاها. الماسك خلاص اهو، شوفوا جماله. اعمل ايه بقى؟ ابدأ افرده على الوش، على وشي بالطريقة اللي هتشوفوها في الصور. افرده ازاي؟ افرده بطريقتين، يا اما اول طريقة اجيب فرشة الميك اب دي كده، طبعا انا غسلها ومنضفها، واخد من الماسك بيها وادهن على كل حتة في وشي، خصوصا الاماكن اللي فيها الخطوط الرفيعة اللي هي في اعلى الجبهة او حوالين الفم او تحت العينين او يعني انا الاول هدهن بالفرشة، وبعد كده ممكن ادلك بصابع او اخد بصوابعي من هنا كده واملأ الخطوط الرفيعة اللي في الجبهة بتاعتي او اللي تحت العين او اي مكان فيه فراغات املاه، وبعد كده ايه ادلك بخفة. بعد ما اخلص كل الماسك على وشي او على البشرة بتاعتي، اعمل ايه بقى؟ اخليه حوالي 10 دقايق ربع ساعة. هحس ان النشا شد البشرة، لان النشا بيشد. اغسل وشي في الماء الفاتر في الحنفية، يعني بعد ما اغسله اكون اخر غسلة بتكون بالماء الفاتر البارد هتقفل، وبعد كده بجيب الماء الورد ده روز ووتر، وبجيب قطنة بتاعت ازالة المكياج وبحط عليها الروز وود بتاعتي. بكده الفيديو بتاعنا انتهى، بتمنى انه يعجبكم وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم، وحبايبي اللي لسه مشتركوش اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلامة.